ماذا بعد نفي التيار الصدري وجود لقاءات سياسية مع الإطار التنسيقي لتشكيل الحكومة وتمسكه بالتحالف الثلاثي تحالف إنقاذ وطن؟ أعتقد التيار الصدري سوف يمضي قدما يعني في هذا السبيل، أنه سوف يبقى مصمما على أنه مشروع في تشكيل حكومة أغلبية وطنية. هو يعتقد، وهناك كثير طبعا المزاج الشعبي يكاد يكون متفق مع هذا التوجه، أنه حل أزمات العراق المتتالية أو بالأحرى الخروج من كل هذه المآزق التي يمر بها البلد يكون بتشكيل حكومة قوية، حكومة أغلبية لها خيارات واضحة ولها القوة والقدرة على أن تفرض إرادتها وأن تنفذ مشروعها. اللي ما جاء في البيان أو الموقف التيار الصدري هو تأكيد لهذه المسألة، وبالتالي أعتقد أنه أي حل الآن خارج يعني بدون موافقة التيار الصدري أو في حال استبعاد التيار الصدري لن يكتب له نجاح. يعني أي سيناريو لحل الأزمة الراهنة لا يمكن أن يكون إلا بموافقة أو بحضور التيار الصدري، باعتبار هو الآن الفائز الأكبر في الانتخابات، باعتبار الطرف الأكثر حضورا على الساحة الجماهيرية، له جمهور كبير، له جمهور عريض، وله لديه رؤية واضحة ومشروع أيضا واضح. أي كان مواقفنا إحنا ومواقف القوى السياسية من هذا التيار من مشروع، لكن هذه هي حقائق السياسة، هذه هو الحقيقة كما هي متجسدة على أرض الواقع. هذا التيار هو الأقوى جماهيريا، هو الأقوى نيابيا، وبالتالي هو الأقوى سياسيا، ولا بد للأطراف الأخرى يعني لا خيار أمامها سوى أن ترضخ لما يريده هذا الطرف أو هذا التيار. أعتقد هذا هو الحل، بدون ذلك سوف تبقى هذه الأزمة تراوح مكانها، ربما نستمر أشهر أخرى بدون وجود أي بارقة. ولكن يا سيد أحمد، سيد طالب أجد تحية بك ثانية، لا وقت لدى الساسة لحسم الأمر حتى لتشكيل الحكومة. كيف سيستمر الوضع شهرين أو ثلاثة كما ذكرت حضرتك، وهذا بحسب الدستور على اعتبار أن المدة الدستورية قد انتهت؟ برأيك هل لربما سيلجؤون الساسة العراقيون سيلجؤون إلى المحكمة الاتحادية لإيجاد منفذ جديد وتفسيرات جديدة لهم؟ ربما يلجؤون لذلك، لكن هم تجاوزوا على الدستور. يعني احنا الآن ليس بالأمر التجاوز على الدستور، أصبح مسألة يعني مستساغة بالنسبة لهم، يعني لم يعد أمر يعني له احترامه وهيبته مسألة الدستور وتوقيتات الدستورية، ولا أي دستور يجيز أنه أن يبقى بلد أكثر من 6 أشهر هكذا بدون حكومة، بدون تشكيل حكومة، بدون حتى أنه التوصل إلى صيغة على أنه ماذا نتجت هذه الانتخابات. أنا أعتقد لو سمحت لي، أنا أعتقد أنه إذا أردنا حل وطني فعلا، حل ينقذ البلد، يجب أن نغادر هذا النظام. يعني يجب أن تغير الاتجاه، لما نصل إلى جدار مسدود إذن يجب أن تغير الاتجاه. هذه مسألة في كل أمور الحياة، مسألة بديهية يدركها حتى الإنسان العادي. هذا النظام لم يعد قادرا على أن يؤسس دولة في العراق. نعم يمكن أن يبقينا هكذا مشتتين، بلد متشرذم مقسم، صراعات مستمرة، تدخلات خارجية مستمرة، إرهاب من حين لآخر داهمة. إذا أردنا أن نبقى بهذا الحال هذا سيبقى، هذا النظام يؤمن هذه الحالة، هذا النظام الذي هو هجين لا أحد يعرف ما هو هذا النظام. نعم. مجازا نسميه تجربة ديمقراطية، والحقيقة الديمقراطية ليس كذلك. وحتى لو سمحت لي، حتى لو افترضنا أنه هذه الديمقراطية، هذه الديمقراطية إذا لا تخدم البلد لن تبني دولة قوية في العراق. الديمقراطية تنجح في بلدان غنية مستقرة متمكنة يعني ثرية لا تعاني من تحديات خارجية كبيرة، هذه ممكن تنجح فيها. الآن إحنا تجربتنا أخفقت فشلت، يجب أن نبني تجربة جديدة، أن نبحث عن خيار آخر.